السلام عليكم. قرأ الإمام البارحة قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس دعاء موسى عليه السلام على فرعون بالهلاك، قال قد أجيبت دعوتكما، لأن هارون كان يؤمن لدعاء موسى، قال قد أجيبت دعوتكما. نقل شيخ المفسرين الطبري عن ابن جريج أنه قال أجيبت هذه الدعوة بعد 40 سنة، يعني أهلك الله فرعون بعد 40 سنة. قد تتأخر إجابة الدعوة لحكمة يعلمها اللطيف الخبير، بس حنا قلوبنا ضعيفة يصيبها اليأس فنترك عبادة الدعاء لعدم تحقق الإجابة سريعا في ظننا. الله جل وعلا لطيف خبير، يسوق لنا الخير أحيانا بصورة المنع، بل ورد في حديث مسلم محمد هذا الحديث والله نتعجب منه ويجهل كثير من الناس. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 3، إما أن يجيب الله دعوته، أن الله يحقق دعوتك، الله يجيب دعوانا ودعواتكم إنه السميع العليم. ثانيا قال وإما أن يدخرها له في الآخرة، يدخر لك الأجر في الآخرة. الثالثة قال وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. فأنت في الدعاء بين 3، إما أن تجاب، الثانية أن يدخر لك الأجر العظيم في الآخرة، الثالثة أن الله قد يصرف عنك كثيرا من السوء بسبب دعائك ورفعك ليديك لله سبحانه وتعالى. فليس في الدعاء خسارة، حتى إذا سألت الله أن يحقق لك شيء ولم يحقق لا تسيء الظن، لله حكمة وهو اللطيف الخبير وهو أعلم بنا من أنفسنا. لنفترض أن بعض الدعاء لم يجب، يقول ابن القيم في مدارج السالكين وقد يكون عطاء الله في المنع لا المنح، لأن الله رحيم سبحانه وخبير فهو أعلم بما هو صالح لك.